اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه برشيد، مع الحاله ديال واحد الشاب اللي كان خدام في واحد الشركه حتى كيتفاجئ، اللي كان خدام لمده 5 سنوات حتى كيتفاجئ بالقرار ديال الطرد ديالو. ما عرف شنو واقع، ما عرفش شنو، ما عرف ما يدير، ما عرف. المهم غادي نعاودوا ونشوفوا الاجراءات اللي دار اكيد، وغادي نسمعوا القصه ديالو كامله من عنده. دنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسم ديالك؟ مهدي حمحم. مهدي حمحم، انت من مدينه برشيد؟ اييه. كنت خدام فين؟ اختي خدام في سابينو الدروه. في الدروه؟ اييه، في هاد الشركه ديال المسكات. نعم. المهم الى اخره، بديت معاهم في 2017. بديتي معاهم في 2017؟ يعني مده ديال شحال وانت خدام معاهم؟ شي 5 سنوات دابا تقريبا. المهم هما كانوا في عين السبع ملي تحولوا في 2017، خدمت معاهم. يعني انت ما كنتيش معاهم في عين السبع؟ لا، ما كنتش معاهم في عين السبع حتى جاوا للدروه. ملي جاوا للدروه هذيك الساعه ما كان عندهم لا ترونسبورات لا حتى شي حاجه. كنت كنمشي من هنا من برشيد حتى لتماك في طاكسي. اييه. كنمشي يوميا في طاكسي وداك الشيء. المهم الى اخره بقيت خدام عادي. كيجي واحد النهار في 2019 درت معاهم اكسيدون ترافاي. شنو وقع لي؟ تحركت في وجهي هنا. وجهي كيبان محروق، وتحركت في يدي من هنا. ظهري هنايا وفي صدري وكل شيء كاع تحركت كامل. المهم درت معاهم اجراءات، جات لومبيلونس زدتني تماك، درت معاهم اجراءات كامله قانونيه. ضيعوني في واحد 20 يوم ما خلصونيش فيها. ديال اش 20 يوم؟ ديال الراحه ديالي، ما تخلصت فيها ديال المرض. ديال المرض. نعم. ما تخلصتش فيها. المهم راك عارفه خدمه قليله وداك الشيء، بقيت خدام، صبرت وبقيت خدام معاهم. اييه. قلنا ربما لعل وعسى الناس حنا خدامين معاهم قدام شويه وهذا، غنترسموا معاهم وغنخدموا هذا. المهم كيجي واحد النهار واحد المدير جديد، ملي جا ما عرفتش انا شنو الخدمه اللي دار وداك الشيء. مده شحال باش جا؟ دابا شي 8 شهور ولا 9 شهور. باش جا هذاك المدير الجديد؟ شنو دار هذا المدير الجديد؟ المهم بدل القوانين كامله ديال الشركه. بدل ديك القوانين كامله كاع داك الشيء اللي كان بدلو، فهمتي؟ وما بقاوش تيعطيونا البيلتا ديالنا. البيلتا دوبي. تنتفاجئ، ما بقاوش تيعطيونا البيلتا دوبي ديالنا. ملي طلعت عنده على حساب البيلتا دوبي قال لي ما يمكنش، ما نعطيهاش لك. علاش والسبب؟ ما عرفتش. ما وضحش لي. طلعت عنده ديجا شحال من مره، تنطلع عنده يوميا، تنطلع عنده مرارا وتكرارا على قبل البيلتا، كيقول لي ما كايناش، ما نعطيكش البيلتا. بغيت تخدم مرحبا، ما بغيتيش الله يسهل. انت باش كنتي خدام كونطرا؟ باش كنتي خدام؟ انا في الاول داروا معنا كونطرا شويه، ما بقاو جابوا لي حتى شي كونطرا. يعني مده شحال داروا معك كونطرا؟ 6 شهور. في 6 شهور. اييه. عام. ملي سال هذاك العام بقاو جابوا لي كونطرا، بقيت خدام عادي. ما وقعتي، ما ترسمتي، ما وقعتي ما حتى شي ما ترسمت ما حتى شي حاجه، ما عمرني وقعت معاهم في شي مشكل. كنقول انا ربما يعني ما خصنيش انا نخرج معاهم اللعيب، نبقى خدام. نبقى خدام، ربما يجي واحد النهار راه هما غيرسمونا الراس. انت كتخلص كلشي مزيان؟ تنتخلص كلشي مزيان. واحد النهار طلعت عنده عاوتاني، درت معاه واحد المحاوله، قلت له بغيت البيتا ديالي، قلت له باش نعرف سويعي. باش نعرف سويعي، نعرف شحال كنتخلص، نعرف شنو ماشي عا كيدوزوا لي فلوس وصافي. قلت له الا كانت الشركه غالطه ما صيفطش لي الفلوس هما هذوك، البنكه كتقول لي راه الشركه والشركه تقول لي البنكه، باش غنعرف البيلتا دوبي ديالي؟ غنعرف المشكل شنو هو، غنشوف غنعرف شنو المشكل. قال لي لا هذيك ما يمكنش نعطيها لك. يعني كانوا كيفيرسيو، كتاخذ الفلوس كتاخذهم عبر البنك؟ عبر البنك. كناخذ الفلوس ديالي عبر البنك. وقلت لي ملي طلعت عنده قال لي شوف، قال لي انا يلا جيت، ولكن قال لي انتم الناس اللي قدام هذا الغلط ماشي انا اللي درتهم. داروا زعما الاولين اللي كانوا معاك؟ قال لي المدير الاول اللي كان هو اللي دار هذا الغلط. وذاك المدير الاول اللي كان الله يعمر رضا صراحه، ذاك المدير كان عمرنا سمعنا منه كلمه ديال اللعيب. المهم الى اخره قال لي انتم الناس اللي قدام راه ما حتى شي واحد ما غيجري عليكم، راكم غتبقاو خدامين عادي. عادي غتبقاو خدامين فلوزين عادي، يعني حيت انتم قداميتو. وقال لي انفوي حيت شي واحد مرسم يشد التقاعد ولا شي حاجه راه غندخلوكم انتم الناس اللي قدام، تعزلوا انتم اللي غترسموا. قلت لي صافي مرحبا. بقيت خدام هكاك في راس العام شي شهر، تفاجئ كنلقى واقف من الخدمه شهر دابا. درت معاهم شحال من محاوله. باش تفاجئتي؟ مشيتي لقيتي راسك ما تدخلش؟ مشيت عندهم باش نخدم، كيقول لي راك واقف. علاش؟ الله اعلم. ما بغيت شي واحد، بغيت نطلع عندهم، تنمشي عندهم، تنعيط لهم، تنعاود نعيط لهم باش نطلع ونعرف شنو المشكل. ما عرفتيش؟ ما حتى شي واحد ما استقبلني باش نعرف المشكل شنو هو ولا شنو، والو نهائيا. شنو الاجراء اللي درت؟ الاجراء اللي درت ملي مشيت عندهم، مشيت اول مره خديت ورقه من لاسينيزاج مشيت عندهم. عطيوهاش لك. نعم.
ما يمكنش نعطيها لك، ماشي من حقي نعطيها لك. صافي جيت بحالاتي، المهم خديت عون قضائي من المحكمة الابتدائية ديال كازا، خديت عون قضائي ديته ليهم، شاف داك الشيء دار المعاينة بلغهم، مشيت عند سبيكتور ترافاي. سبيكتور ترافاي عطاني واحد الشكاية اللي غنديها نهار ثلاثة إن شاء الله، قال لي ديها ليهم وباش نستدعيوه ونديروا معاه واحد المحاولة ديال الصح، نشوفوا شنو المشكل هذا النزاع ديالكم، إلا كان فيه ما يتصلح فيه ما يتصلح غنصلحوه، كان ما فيهش ما يتصلح راه بينا يشوفوا إجراءات أخرى. وأنا دابا اللي كنطالب كنطلب كنطلب من هذا السيد مفتي الشغل يدير الخدمة ديالو. مفتي الشغل شنو مفتشية؟ فدير بوزكورة. دير بوزكورة. كنطلب منه يدير الخدمة ديالو، وكنطلب من المسؤولين كاملين يديروا الخدمة ديالهم، لأن هاد الناس هاد الشركة ديال المسكة كيتعداو على الناس بزاف. أنت دابا القرار ديال الطرد ديالك براسو ما عرفتيش أنا القرار ما عرفتوش، ما عرفتش شنو القرار. ما عرفتش شنو السبب، ما عرفتش شنو علاش، ما فهمتي. توقفتي ما تعوضتي ما والو. ما تعوضت، ما عطوني حسابي، ما عطوني حتى شي حاجة، ما قالوش لي حتى شنو المشكل ديالك. نعم. حتى شنو المشكل ديالك، علاش وقفتي ولا علاش ولا مثلا شي حاجة نهائيا. ما كاين صافي سير الله يعاونك. وكاينين ناس اخرين اللي تما خدامين تما باقيين مرسمين ما حتى شي حاجه، عندهم نفس عندهم نفس الخدمه ومساكن. الناس كيكون نادم على قد الحال، داكشي راه ما كيقدرش يهضر. البيت ديالو راه تيشوف فيها بحال كياخذها ما حتى شي حاجه، ما عارفش شنو كاين. كيخدم صافي كيقول كيمشي بحال خدام الموقف، كيمشي مع الصباح كيخدم، كيجي مع العشيه كياخذ رزقه، صافي هادشي اللي كاين. باش كاين شي قانون ولا شي حاجه، حتى شي حاجه ما يعرف. هما اللي دايرين القانون وخازنين والله اعلم. المهم هو راه ما عاطينوش شي وثيقه باش عارف القانون ديالو. حيت بالنسبه لك انت الا جيتي تهضر مثلا على هذيك البلدان باش تاخذها وتكون هي سبب الطرد ديالك، كاين هنا واحد واحد اللبس. يعني باش انا وقفوني انا باش خدامه الاخرين ما نوصلش لهم واحد ميساج بان باش كلشي يطلع للبيت تاكل شي باغي البيت تنوض فوضى في الشركه تنوض، فهمتي. خاصهم انا يسكتوا بيا الناس الاخرين، فهمتي. مثلا انا دابا وقفوني صافي غيسكتوا الناس الاخرين، حتى شي واحد ما غيهضر، غايقول لك الا طلعت نهضر راه غيوقفوني حتى انا. حتى انا غيجريو عليا، حتى انا غنمشي نتشومر. واش غنقول لك لا اله الا الله. كنتمناو المسؤولين يدخلوا يشوفوا من وجهه النظر من هذا الشيء، هذا راه الشيء راه بزاف، فهمتي. يتعداو على الخدامه بزاف. ودوس معاهم انا، ملي دوس معاهم خدمه وداك الشيء قلت ربما زعما راه غيرسمونا ما نخرجش معاهم العيب، فهمتي. يعني كنسمحوا في حقنا، كنسمحوا في حقنا، كنسمحوا في حقنا بزاف. وهذا الشيء كامل اللي كنقولوا عندي عليه شهود انني خدام، عندي انا خدام من 2017 وانا خدام معاهم، يعني فهمتي. ماشي داك الشيء غير كنهضر ولا شي حاجه. ايوا تنتمناو اختي خير، هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. وحنا كذلك بدورنا نتمناو خير ان شاء الله ليك، ونتمناو ان كذلك مفتش الشغل ياخذ واحد الخطوه في صالحك ولا في صالح الحق كيف ما كان، يا من جهتك يا من جهتهم. انا بغيت غير حقي كما كان. نعم. اذا كان من حقي ناخذ شي حاجه ناخذها، كانت ماشي من حقي ما ناخذهاش. هذاك الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي بغينا نتوصلوا ليه. وان شاء الله اذا كان عندك حق راه غادي تاخذه، غادي تاخذه اكيد. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تي في، كيف ما تبعتوا معنا الحاله ديال الشاب اللي تعرض للطرد من الشركه اللي كان خدام فيها المده ديال 5 سنوات، فهذا شهر هو كيطلع وكيهبط مع الاجراءات باش يعرف شنو السبب ديال الطرد ديالو. واش هو فقط انه طالب بواحد هذيك البيلتان دو بي او ديك الشهاده ديال 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 الاجر، يمكن ياك هي هذيك اللي ممكن انه يعرف بها شحال السوايع شحال كيخدم عليهم، واش نقصوا واش زادوا واش واش واش، يعني بغى يعرف غير واحد الاجراء اللي من حقه انه يديره مثلا كمستخدم. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تيفي، نتمنوا ان الصوت ديالو كذلك حتى هو يوصل وتنظر في الملف ديالو بنظره اخرى من غير النظره اللي لقوه بها قبل المسؤولين. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تيفي، شكرا لكم على تفاعلكم وتواصلكم معنا على هذا البث المباشر من مدينه برشيد. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.